الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رئيس هذه الحفلة الشيخ الأستاذ أبو سحبان روح القدس الندوي حفظه الله تعالى ورعاه، رئيس قسم الأدب بدار العلوم لندوة العلماء الشيخ علاء الدين الندوي المشرف على هذه الرحلة، وجميع الأساتذة والحضور، دعيت لإلقاء بعض الكلمات أو التعبير عن الانطباعات حول هذه الحفلة، فإنني قد شعرت في نفسي بسرور عظيم حين استمعت إلى هذه الخطب الرنانة الجياشة التي كانت تفيض بالغيرة والحمية وبالوعي الإيماني، وكانت تتلاطم بالعواطف الجياشة والمشاعر الفياضة القوية، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على ما في قلوبكم من الغيرة ومن الحساسية حول هذه القضية الساخنة الراهنة. فأهنئكم على هذا الإعداد الجيد وعلى هذا الاهتمام البالغ، تهنئة حارة صادقة. ولا شك أن ذلك قد بعث في نفوس هؤلاء الأساتذة، وأنا معهم أصغرهم، أملا قويا وتفاؤلا كبيرا في أن هذه النخبة الممتازة من الطلبة التي بين أيدينا ستنهض إن شاء الله سبحانه وتعالى، وستأتي ثمار هؤلاء الأساتذة وجهودهم، ستأتي جهود هؤلاء الأساتذة ومحاولاتهم وهمومهم ومساعيهم بثمار يانعة جنية إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه الرحلة طول هذا اليوم وطول هذه الليلة ستوقظ في نفوسكم غيرة وحماسة وعاطفة كبيرة بالنسبة إلى هذه اللغة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإنسان حينما يعيش في جو غامر عامر في أي موضوع هادف، فإنه تنشأ في نفسه عدة وصلاحية عظيمة، ويسقل مواهبكم ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى، وينشط قرائحكم، وعليكم أن تزيدوا من هذا النشاط الذي سنلمسه
إن شاء الله سبحانه وتعالى في الأيام المقبلة، ونرجو منكم أن تعيروا عناية فائقة هذه اللغة القرآنية النبوية التي هي لغة إسلامية نحن نتصل بها عن طريق كتاب الله سبحانه وتعالى وعن طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان صلة الإنسان بهذه اللغة عن طريق القراءة وعن طريق قواعد النحو والصرف، فإن هذه العلاقة لا تكون علاقة حية وثيقة قوية، ولكن حينما كانت العلاقة علاقة القراءة وعلاقة التأمل والتفكر وعلاقة الحوار والكلام، و يعني تغمر هذه العلاقة جميع الأفكار وجميع المواهب، فإن هذه العلاقة تقوى. كما أننا نعرف أحدا فإذا عاملناه وجالسناه وعايشناه ونحن عرفناه عن كثب، فإن هذه المعرفة غير المعرفة التي تكون بالنظر إلى وجهه. كذلك الذين يتعلقون باللغة العربية نظريا فلا تكون علاقتهم وطيدة وثيقة كمثل العلاقة التي تعيش وتحيا في نفوس الذين يحيون هذه اللغة ويعيشونها ويتعاملون معها كلغة حية كلغة خالدة، لغة الحوار ولغة الكلام ولغة الخطابة ولغة الفكر والتأمل. فعليكم أيها الإخوة أن تتكلموا فيما بينكم بهذه اللغة، وأن تكتبوا في هذه اللغة، وأن تتحاوروا في هذه اللغة، وتتبادلوا الآراء في هذه اللغة، وحتى تتفكروا في هذه اللغة كيف ينبغي أن نحسن تعبيراتنا وأن نحسن لياقاتنا ومهاراتنا بالنسبة إلى هذه اللغة. وأنا أعتذر إليكم على بعض الإطالة، ولكن أرجو أن ينفعكم الله سبحانه وتعالى بكلمات هذه القليلة المتواضعة.